جاسم الو، ام فهد، اي نعم، هلا هلا حياك الله. وينك من ساعه ناديك ام فهد ام فهد؟ انا اقول لك الو ما ترد علي. لا انت يمكن حاطه ميوت، الله يهداك. لا دافعه والله ناطرتكم. صدق والله، الله يحفظك. شلونك؟ يسلمك، طول لي يلا عمرك معك بخير. معك دكتور طارق الحبيب. انعم الله عليك. السلام عليكم دكتور. هلا ام فهد، عليكم السلام. يا مرحبا مليار. العافيه، عسى الله عافيتك يمه. تكون ميزان حسناتك. امين امين، انا طول عمرك. متابعتك من انستغرام. انا قصتي مع ريلي، الله يعني الله يسامحه، يعني زواج 30 سنه، انزين عندي 6 عيال، 4 بنات ولدين. فمن 2006 اخر طفل جاني، من عقبها الرجال تغير. اي حلو. دخلت اللابتوب اشوفه يدخل يحط مواصفاته حق زواج، خطابات يعني يغازل، مع هذا الشيء انه محترم ومدين ويخاف الله وعلم عيالي على الصلاح. يعني انسان حرام تقول ان هذا ينظر لانسانه. نعم عرفت. وكان يطق قدام عيالي وعيالي يفكوني منه وقدام الخدامه يعني. فسبحان الله خلاص، من هو فكر يتزوج، تزوج بدايه 2016، فقال لي انت خليك على عيالك، ربي عيالك وانا بعيش حياتي. اي زين، قلت له اوكي طلقني. كان يقول لا عيالك انا بعيش حياتي. المهم انا ما تحملت، فسبحان الله تطلقت والحمد لله نفسيتي ارتاحت. بدايه الامر كنت يعني اصرخ على عيالي، ابكي، انطوائيه، حاشني اكتئاب، لانه 30 سنه وكل وقاحه يقول لي ما شفت معاك يوم حلو. عرفت دكتور؟ فاللي يقول لي اللي خليته احسن منك وبشهر دلعني. زين قلت له انت ما اعطيتني حقي، حتى ما في مجامله بالكلام، ما في طلعات زوج وزوجه مثلا لها يوم مخصص او اقعد معاها او كلام حب، لا 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 لا، لا. احنا في فيديو ابيض واسود صامت، ما في اي حياه. عشت حياتي مع عيالي، عيالي الحين قاموا يدلعوني كلام الحب، حبيبتي، عمري، امي، يا حلوه يا صغيره، عن عيالي. هذا الشيء ما سمعته منه الله يسامحه. والله اي زين، الحين انا ابي منك نلغي منك، ابي ابني شخصيتي، ما ابي اعصب على عيالي. يعني انا شفت الضيم عليهم، شفت التعب عليهم، انا اللي ربيتهم، انا اللي عبيتهم مثل جزاك الله عز وسامع مثل القطوه. يعني انا ارخصت حياتي لان كلها كانت اهانه وذل، وربيت عيالي، التجأت لله ثم لعيالي بس. نعم. بس ابي من الله ثم منك انت تعطيني عشان شنو؟ ما اكون ضعيفه. ما ابي اكون ضعيفه، لان اللي حولي حوالي يقول لي انت مالك شخصيه، انت ضعيفه. عرفت دكتور؟ جدا عرفت يا امي. انا بسالك شويه اسئله يا امي. انت ايش عيوبك؟ انا عيوب، انا اقول لك انا انسانه احب اكون، احب خصوصيتي، ما احب احد يدخل بحياتي. نبي العيوب. العيوب العيوب العيوب، انا اقول لك انا انسانه غيوره. الزوج يعني زوجي احس انه لي، انا ما احب احد يشاركني فيه. طيب وغيره؟ عصب بسرعه، بس شنو؟ بيني وبين نفسي اكل عمري بعمري. عصبيه وغيره؟ اي عصبيه ببيتي، بيني وبين نفسي مو على الناس. مين خالف؟ اي ما احب يعني اذا احد غلط بحقي ما اترده، اسكت، احس اني انا الغلطانه. كيف ثقتك بنفسك؟ اول الحمد لله يعني زينه، بس من تزوج هذا علي شوي اهتزت. بس الحين قاعد اطلق من زوجي صار هذا. اي والله من هذا من القهر. اصبر شوي الحين تغير، هذا يجي شيء ثاني. اي استاذ طلال، انزين فالحمد لله الحين قاعده ابني شخصيتي بنفسي. يعني انا العمر لك 56. اي ما شاء الله، الله يديم عليك الصحه والعافيه. اللهم امين اجمعين. تزوجتي بعده ولا ما انت ما تزوجتي؟ هل ناوي تتزوجي؟ لا 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 لا، ما اجيب لي عله ثانيه حشاك. لا اي رجال كلهم كذا صح؟ لا حشاك وحش اللي يسمعون وطلال وحلطاي. لا في ناس هذه الطرفه دائما لو جت العياده ابدا كل الرياييل يا دكتور كذا. اقول طيب بستاذن، لا دكتور عندي استشاره. قلت لا بسوي تحويل جنس وارجع، ما دام الرياييل كله ما يفهمون على الاقل ايش حالي. امزح معك امزح معك. ادخل الانستغرام. يمه انت مزاجيه شوي؟ عفوا مزاجيه شوي؟ اي اي انا مزاجيه، مزاجيه لا بعد حد مو شوي بعد. اي انا قاعده شويه شويه، اخذت بالراحه. نعم زين ممتاز. صاحباتك وش يقولون عنك؟ ما عندي صاحبات، واحدة وشالت نفسها. أنا ما أحب يعني أحب الصداقات، ما أحب. تتقطع أنا من علاقاتك وصداقاتك دائما؟ ما عندي ولا صديقة، عندي لا من يوم أنت صغيرة تتقطع علاقاتك؟ ما عندي، أنا صديقتي أختي وحاليا بناتي وبس.
امه ايش تقول عن اسم اول؟ هل بنت هذه زينه بس فيها كذا وكذا ايش؟ لا ما تقول، امي كلها خلتني في البيت ما اطلع الباب، ما ابطلع يعني في البيت. لا بس وش تنتقدكي فيه امك واخواتك؟ لا انا علاقتي في امي غير، الله يرحمها، غير يعني امي دنيتي كلها، امي وابوي واخوي. امك وش تقول؟ وش تقول امك؟ امي وش تقول؟ تقول انت عوضه وعنيده. اي هذا اللي نبيه. انا انا ترى من بدايه المكالمه يا طلال هالامور واضحه. هذا راي امها، هذا راي امها، هذا راي امي وانا صغيره طبعا. إيه اللي ربتك؟ طيب اذا كانت الام يا سيدتي اللي تحبك وتموت فيك وانت لسه صغيره بعد تشوف صعوبه وعنيده، ولد الناس الغريب اللي مو هم مجبر عليكي تلقينه تعذب معك. انا لست ضد المراه. لا والله استاذ دكتور، لا والله يعني ما شافني يوم وغسيته، بس انا اقول لك تصير مشادات. لا تخلني يجيت اوقات مزاجك فوق 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 مستجيب الحيل حيل، ويجيت اوقات مزاجك معفوس تماما حشاك للارض. اي يجي يعني يصير مثل الليل والنهار، مثل تطلع الليل ويرجع النهار فجأة. اي نعم بدون مقدمات. اي نعم من يوم اتصلتي واضح عندك سمات يا طلال تسمى الشخصية المزاجية او الحدية. حلو زين، هذه الشخصية المزاجية او الحدية يجيك الصبح هلا بطلال يا مرحبا يا زينك يا طلال، انت بدونك الدنيا كلها ما تسوى. صح كلامه، صح كلامه. لا ما خلص عشان يقدر، لا قاعد تقول صح. هي قالت صح، هي قالت صح. اطير اطير الواحد لفوق ومرات انا زي حلو حلو. كمل دكتور كمل. على الظهر كذا تيجي لمك يا طلال اصلا فيك وما فيك وانت الاول. ها قامت تضحك صدق يعني؟ اي صح هذه الميزه فيني. يا لهوي الميزه عيب يا زين. هم تيجي على المغرب يا طلال يا الله عليك تذكرت تضحك يا طلال انت ما شاء الله وكذا، مثل الليل والنهار يتقلب، مو بلازم بأسباب أو بأحداث يا طلال ويوم عبد الله. الرجل أو الزوج مع مثل الزوجة يحسبها نذلة، وهي قلبه أطهر قلب وفيها طيب وفيها عطاء وفيه كرم وفيه إخلاص وفيه ود، لكن قنبلة موقوتة لا دخلت ما تدري هي بالمزاج العالي أو المزاج اللي تعال. فالرجال يتعب تماما من هذا التموج. هذا التموج له إدارة يدرب الزوج عليه، هي من جوا نواتها أطهر من الطهارة، من برا شوك بسبب هالمزاجية. تدريب الزوج على إدارة المزاجية لكي يصل أن النواة الجميلة هذا هو المطلوب. هو ليش ارتاح مع الزوج الثاني؟ يقول حليلة معي، لأن الثاني ما عندها التموج اللي عند أختنا أم عبد الله، وربما نواتها مين مثل طيب أم عبد الله. تماما، فهو ارتاح من تموج أم عبد الله لأن صار عنده مقياس المرأة المميزة اللي مين متموجة، اللي مين مزاجية. حتى لو بها عيوب الدنيا ما يشوفها، هو يبحث عن راحته بعدم التموج هذا. إذا قلنا من السبب بهالمشكلة يوم عبد الله يحتاج سؤال، وش مزايا زوجته السابق؟ زوجي سكوتي بس صامت، ما عنده أي كلام يدخل البيت. ومع الناس؟ لا مع الناس غير، يضحك ويسولف ونكتي. إذن العيب بالناس كلهم. يعني هو غثيث، يعني غثيث. لا لا العيب بالناس كلهم. إذا ما دام مع الناس يتكلم اسمعيني ومعت صامت، فالعيب بالناس كلهم. حتى مع عيالي ما يضحك ولا يسولف ولا شيء نهائي. إيه أنا أقول ما دام مع مليون كويتي هو زين ومعت وعيالت مو هو بزين، إذن العيب الديرة كلها. انت لحظه، انت فهمتي ولا لو قاعد يقول لك ما دام هو زين مع الناس كلها الناس اللي مو زينين، انتم زينين، انتم ما فيكم شيء، بس انت وعيالي. اي يعني انا وعيالي مفهوم ولا ارفع اكثر بعد؟ لا جزاك الله خير، جزاك الله جنة يا استاذ طلال. ما افهمت يا طلال، اصبر هي مصدقه ماما لعبت انت وعيالك، وعيالك يخافون من انتم ماشيين على هوات ومزاجيتك. يا ما ماما يحبوني، لا ما يخافون مني، موتين من الطيب انت من نواتك، من برا تموج زي ما تموجتي عليه تموجين على عيالك. زوجتي احد العيال والبنات؟ لا لا الحين ما زوجتها. اللي تبي تزوجينه تتجننين زوج البنت وتتجننين زوجة الولد. لا حرام عليك ما توصل كذي. يوم خلينا ساعد تخدم تراب رجولك يا ميمتي، يا محشوم لك الحشيمه هالمزاجيه لا على راسي انت والديره كلها. هالتموج يؤذي الاخر، هربت. شنو اسوي؟ هذول الفراغ عندك. علمت شو نسوي؟ نشرح لان في متلقين كثيرين عندهم الشخصيه ذي ويحسبون الدنيا خطا وهم صح.
حلو. صح ولا لا؟ هذه حلو. لازم تخضع لبرامج علاجية حلو. وعالجنا منها كثير. أحيانا ما تكون شديدة تحتاج لعقاقير تعطيها استقرار يا أمي. حلو. التموج هذا تذوقين الدنيا بطعم آخر، مذاق آخر زين. فهمتيني؟ اللي عارف يدير شخصية يستمتع فيها، اللي ما يعرف يتلخبط. ولذلك بعدين زوجة الولد تبي تنحاس، ما تدري أنت بأي مزاج، فوق ولا حدر، زي ما هج الرجال تبي تهج مرت الولد. لا مرت الولد ما راح تسكن عندي، راح طلعها برا. والله لو هي بالآسكة، لو هي بالآسكة أنت لحقينها علمت. لا والله أنا قايل حق ولدي أطلعك برا برباي. أقول مدام لحقتي هذا بالإذاعة، ما أنت بلحقتها بالآسكة، عرفتي منه هذا؟ لا أدري. أهلي لك يا طيبك الله يسعدك يمه، جزاك الله خير. نفس الشيء. خلاص مشكورة الله يحفظك.